أهلا بكم من جديد. الآن وهنا هو عنوان المعرض الجديد للمصممة اللبنانية ميليا مارون، وذلك في مركز بيروت للفن بتجهيزات تجمع بين الطباعة والتصميم. الأعمال ربما غريبة ومبتكرة، مثل اللوحات المصنوعة من القماش أو من القمصان وربما من الفساتين أحيانا، وأيضا أمور أخرى من الأكسسوارات الخاصة في الملابس، وهناك غرابة أيضا في اختيار الكلمات المطبوعة على اللوحات كذلك. ساندرا سعد والتفاصيل. إنك لا تستطيع أن تخطو خطوتين في نهر واحد لأن مياها أخرى لا تنفك تجري إليك، هذا ما قاله الفيلسوف هيراقليطس. ومن هذه المقولة انطلقت فكرة المصممة اللبنانية العالمية ميليا مارون لتقوم بتركيب لوحة من القمصان مؤلفة كلمة ناو هير، هنا الآن، من جهة، وكلمة إفريوير، أينما كان، من الجهة الأخرى. إحنا وين ما كان ولا مطرح بذات الوقت، صرنا بالحياة اليوم صرنا منعيش وين ما كان بذات الوقت ولا مطرح، بكل شيء، بالتكنولوجيا. اللي كان بيهمني إنه يكون معرض بيزول ما بيدوم، من بخلال العرض 96 فيذر توب نحطه فوق بعض تيشكلوا مثل لوحة عرض 10 متر بمترين ونص، وانطبعوا، يعني انطبعوا قبل ما ينحطوا فوق بعض، حتى تقري من جهة everywhere ومن جهة nowhere، يعني وين ما كان ولا مطرح. الزباين وقتا اجي يشوفوا المعرض بيصيروا يشتروا التوبات تبعولهم من اللوحة، فبيقولوا بدي هيدا التوب بقياس 36، صرنا نشيل التوبات من اللوحة، وشوي شوي اللوحة صارت تختفي. التغيير الدائم هو ما ركزت عليه ميليا مارون، فنرى قطعاً من القماش تكر الخياطة خيوطها من الحرير والكشمير لتعود وتنسجها على سنارتيها، فتجعل منها أوشحة وشالات ملونة. فستان محيك على بخيطان كشمير على المكنة، بينشد منه خيطان، هلا بتكون عم بتحيكه على الإيد، بتعمل منهم تريكو، بينعملوا كمان فولارات كشمير معمولين على الإيد، دونك شوي شوي كمان هالفستان بصير عم بيزول. كل شيء بيوحي لي هو الشيء اللي أنا بحس معه، بحسه قريب من الكمال، فيكون بالطبيعة، فيكون بشغل حدا تاني، فيكون من السفر. تجربة قامت بها مصممة الأزياء ميليا مارون لتعبر عما تفكر به على طريقتها الخاصة. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. وأعمال ميليا مارون في هذا المعرض تعبر عن مفهوم جديد ومعاصر للفن، يرافق عدد من الفنانين من جيل التسعينات في لبنان.